لا إله إلا الله حسنا. النصيحة دي طبعا خارج المنتج عذاب بأكبر تفيدون استفيدون من الأفضل. إخوان الله عز وجل يقول في قرآنه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها وقت يفضي الإنسان عمره عشان يصلي لله ويعبده ويطلبه. حنا في حياتنا الطبيعية لجانا موعد مع تاجر ولا مع شيخ ولا مع مسؤول ولا حطينا منبه وقمنا. حنا بعضنا يحط منبه الساعة 7 أو الساعة 8 عشان عنده زواج ويرقد من صلاة العصر ولا يقوم إلى الساعة 8، قبلها الساعة 7 ما صلى العشاء. بعضنا يرقد الساعة 4 أو 3 الفجر قبل مذنب صلاة ويحط الموعد الساعة 7 عشان الساعة 8 عنده مقابلة مع المدير، وقبلها بساعة صلاة الفجر ما صلى. ليه يا أخوان؟ هذه دنيا نركض فيها، هذه اختبارات حنا نختبر في ذا الدنيا، يا تنجح يا ترسب. إن نجحت رحت الجنة، سقطت رحت النار، ما في واحد اثنين، في مفترق طرق آخر المطاف، في مفترق طرق يا يمين يا يسار. أنت من الآن تحدد يا تروح يمين يا تروح يسار، أنت قاعد تجتهد عشان الشيء ذا. صحيح إن الله يقول يا عبدي اسعى واسعى معك، بس ما قال خلص صلاتي. الله ما خلى الكفار على جنب، قال ويل للمصلين، سماك اللي تصلي أنت الثاني والثالث، قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تسهى عن صلاتك تطوفها، أنت بتصلي لكن عليك عقاب، بيجيك العقاب. الصلاة لو نعطي كل صلاة 15 دقيقة ونجمعها في يومنا كامل ما تجي ساعتين، عندك 22 ساعة في يومك كامل تكفيك تخلص أغراضك ولا ما تكفيك. 24 ساعة اليوم ساعتين نذخر للصلاة، بنقول كل صلاة تأخذ منك 20 دقيقة، 22 ساعة تكفي ولا ما تكفي؟ يا أخوان ترى إحنا متهونين في الشيء، أنا أولكم متهون في الشيء ذي واجد. وهذا إحنا في منصة إعلامية مفروض إحنا ننقل الصورة ذي للناس اللي برا. بعضنا يصلي الوتر في الغرفة، ودي أنا أدري إنه مو بني فوق الريه، بس ودي إني أصلي على الشاشة يفطن اللي يشوف. يا ولد أنت في المسجد، أنت في بيت الله، يا اللي تشوف ترى في صلاة وتر اللي سج منها، شفني أصليها. حنا نجتمع مرات بدعية وقراءة قرآن تحت البث، مفروض إن إحنا نحطها فوق البث عشان ذول عشان الصغار الورعان يكتدون بنا والكبار يصحون. ترى ذي معنى ما هي ضدنا، خلنا نشل نظرة النفاق والرياء على صوب. لا حنا الآن نوصل رسالة هنا، يوم حنا ندخل بدخوليات ونخب ونركض ونقول قصيد ونعلم الناس يقتدون بنا، ليه ما نقرأ؟ ليه النفاق والرياء ما يصير إلا في القرآن وفي القعود المجلس في المسجد؟ ليه يوم حنا نقصد القصيد والمنشد يغني والشاعر يقصد، ليه ما نقول هذا النفاق والرياء عشان نطلع سلم معتبة قوية نفطن الناس فينا؟ ليه تربط بالصلاة وبالقرآن إنها نفاق والرياء؟ مفروض حنا من اليوم وصاعد اللي بيصلي صلاة الوتر المسجد موجود يصلي فيه، اللي بيقرأ قرآن حلقة قرآن يحطها في المسجد، اللي عنده أدعية وحديث الأخوياه ليه حدث تحت البث، يحدث فوق البث، تحت البث كيفك بس خل مجال فوق البث. والصلاة الصلاة يا أخوان والله نحن متهاونين بها، وولكم أنا ترى التهاون مرة مرتين ثلاث شيء يسحب شيء لين تروح من الصلاة. ومن الله عز وجل يقول من صد عن ذكري فله عيش تنضنك، فإن له عيش تنضنك معيش تنضنك. الله يقوله ما قلته أنا ولا ثاني ولا ثالث، يقول له معيش تنضنك، اللي خلقك يقول لك معيش تنضنك، يعني أنت بتعيش في ضيق وفي هم وفي وسواس. أن جينا تبي التوفيق، تبي تطلع، تبي نجمك يبزق، شون تطلع للنجومية وأنت ما أنت ملتفت لله عز وجل وما أنت مخاضع له ومضرع له. فالله يجعلنا وياكم إن شاء الله من الدالين على الخير، والله يطول عماركم ويسلمكم. وأنا الكلام ذا والله ماني بقولها ملاحظاً على حد شيء، لكن رسالة ونصيحة ودي نحن نفطل لها ونطلعها للناس. والله يبيض وجوهكم ويطول عماركم يا شيخ. سم أبشر القنور الوقف، الله يطول عماركم ويسلمكم يا أخوان. الوقف هذا أجر، ما هو بالعيفان ولا هو بالنواف منصور ولا السفر على الوقف، هذا للجميع. وانا اللي جيت هنا وقفت كل يوم، ترى احنا كلنا متصدقين، انا عموم الناس اللي تصدقت الوقف ولا اني في عزتي نتكلم لي، انا خلاص خذيت اجر وخلاص، بس انا قاعد احمسك، انا بيلك اذكرك بيلك انت، ترى انا قاعد اتكلم الان مو بالعيفان، اتكلم لك انت. عيفان قد خلص بينه وبين ربه، انت الان سارع، ترى بكره بتسكر الوقف بتقول ليتني سويت. حط القليل وتعين عند الله الكثير، الله من كرمه قال لك صل. أنت من يوم تسجد ولا تركع ترى ربي يحط ذنوبك كلها ويخلي التحادث من يمينك ومن يسارك، تحادث شوف عظمة الله ورحمته لك، يردم ذنوبك فوقك ويقول صلي يا ابن آدم.
لا صلاة قامت تتحادث من يمينك يسارك، كل ما ركعت لله طاعة، واحد منا من يوم يسجد هو قائم بسرعة، ما يمدي ذنب ولا ذنب يطيح، لا لا اسجد وتخضع لله الله حاط لك سبل واجد ومنها الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كافي اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. من اللي بيقول؟ أنا لا أقول لك يا ولد يا ولد هذه 500,000 أخذها ترى لك بالتحالفون عليها. الرسول يقول أنا وياك كهاتين في الجنة. الله الرسول الصادق المصدق الأصدق منا كلنا. سارعوا للأجر وابذلوا جهدكم لكم أنتم هو لنا. الصبح الصبح كل منا بيأخذ أجره بيروح، لا جاي يمين ويسار قال لا أنت عليك ذنب بروح النار وخلص عقب عود الجنة. لو أنك متصدق يمكن ترفع لك الجنة سيدة دايركت. فالله يجعلنا وياكم من الخايفين المتصدقين العاملين الخير لله وجهه مخلصين، ما نبني لا نفاق ولا رياء. والله يطول عمركم ويجزاكم خير.